خليني بالقانون، شنو الاستثناءات؟ انا مع هذول، انا فعلا مع هذول. اثنين المفروض اكو لجنه. الله بالقران مو قال ادفع الديه؟ اي مال المال مقتول؟ اذا عالم تدفع الديه وما شاء الله اشكم شيخ ياجروهم هسه، يجي اخذ الواحد حصته وراح وقطعت الورقه وقال لك روح بيها وما رحت تنازلت، شو اسوي لك انا؟ هذا اشمله بالعفو. جميل. يعني طبق. يعني اسمع افهم من جنابك انه كل الارهاب البعض يصير لهم إعادة محاكمة، أما أكو كثير جرائم دكتورنا، كثير جرائم جنائية أو جنح أو غيرها دكتورنا ممكن أن تطلع بالعفو. دكتورنا أكو عندنا ثلاث جرائم والقانون مصنفها البداءة والجزاء والجنايات أو الإرهاب. هسه عفني من الإرهاب، عفني ارجع بالإرهاب سوي تشيك لجنة تشيك أضابيرهم، بس لجنة تتسم يمين الله بالحق ما حد يدري بيها. هذا حراق اسمع لي. اي صح هذا حل، هذا جايك من حل منو قانون اول تقول لا تجي هاي لا اسمح لي مو الحكم الا قانون. هذا تجي اذا اكو شك بوراقه وماكو اشتكي ماكو شهود بس اعترافات او شغلات خفيفه لا ابو يطلع تصير بيهم قوائم ويحاسب المحققين اللي عليها وتتقدم رئيس الجمهوريه ويطلع بيهم خلينا نقول مو عفو عام عفو يطلع بيهم عفو خاص مثل ما قبل كم يوم بثلاث ثواني. يعني هذا مهم، هذا اهم حل نحكيها قضيه العفو الخاص مهم. هاي 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 اثنين هذا عندنا مخرج. اثنين عندك البدائه هذا ابو الغرامه مسجون ابو المشاجره ابو المشاجره عمي العالم تعطي فرصه. ليش دول ليش دول الخليج هسه ليش دول الخليج دول العالم بكل مناسبه عيد تعطي عفو عن الجرائم الخفيفه؟ ليش احنا بس قلنا عفو واعاده محاكم الارهاب على ابو الارهاب اللي ما يعدنا يا اخي يعدنا بس انا احكي عن الناس اللي مظلومه هسه هذا اخوي مع احتراماتي نوابك ما يحكي دباوع 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 يقول لك احنا مخبر سري واحنا نضرب دباوع بس علينا هسه عفت ربعي انا هسه لا دافع عن شروقي لا دافع عن الشيعي تلومني؟ لا بالعكس هذا الرجال هو حالات مثل حالات عندي صح عيدوا بيهم. يعني شنو اليوم يجي استاذ علي فضل الله قدم علي اوراق جاب الشهود خفت انهزمت مو؟ انهزمت غيابيا الحكم غيابي 10 سنين يعني اي نعم اكو بالقانون يقول لك المحكوم غيابيا يسلم نفسه تعاد المحاكمه صحيح. بس انا ما اعرف من راح اطب وانا صاحب فندق او صاحب مانشون قبل فتره كتبت انا بيها وبلغت هسه راح احكي بلغت وزير الدفاع اي, أي سريعا قلت له لا لا مو سريعا هاي مهمه اي ما حتى وزع الوقت باشي يعني احنا قلت له اكو ضباط ومنتسبين بمديريه مخدرات الانبار استاذ علي خليك وياي مهم ها مهم ياخذون حبوب يجي طفل وعد التصوير بالتليفون هسه اذا تحب اطلعه انا كله بلا اقول له لازمين موتي كتل روح ازرعها العقيله بالعلوه الرشيد البرمادي رايح هذا واخذ العشر حبات حاطه هي بالمحل، ايش من ريب العقود قاعد بمحله، تابع الحج قد يستنقع شابره هي، خمس دقائق 10 طب مكافحه المخدرات ما ايش يسموها، هاي شنو انت تاجر حبوب طافين جيبه، جيب 50 ورقه، اطلع غيره، واحد من المنتسبين صارت عنده صحوه ضمير وعنده التسجيل اللي حقق ويا منه ويا هذا المنتسب عند التسجيل وبالدليل قال لك ليش هيك قال له ندمان ويرطم منتسب ليش قال له عميد فلان وعقيد فلان وفلان 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 هيك وهيك سووا وهذول الحكموا حوالي 117 واحد انحكموا من الكتل والتعذيب اعترفوا متعاطي او تجاره هو لا متعاطي ولا تاجر جيب الضباط طيب نفس الحاله حقق قام يبكون انهار قالوا احنا نسويها وبالتعذيب وبالكتل خلينا لهم يعترفون هذا اشمله بالعفو ولا ما اشمله؟ بس هنا عندي مشكله قانونيه من يصدر الحكم ويصدر تمييز ويصدق تمييزيا هذا بعد ليش لا يعفو هذا الا عفو خاص او عفو عام